تلقى من زلمه ميسي، ميسي يلعب كوره. ريبيري عنده رغبة في تنفيذ هذه الكرة الثابتة، لا يهم هذه وإدراك التعادل في المباراتين ثم البحث بعد ذلك عن هدف التأهل. بايرن يريد هذا الشيء. ألونزو، ألابا، ليفاندوفسكي، تركها لألونزو. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد الماء الإسبان إلا ابن الإسبان. ألونزو يسجل للألمان وإليان زارينا ينفجر. هدف لألونزو يخترق جدار دفاعي وهمي إذا صح التعبير. بايرن يصل أخيرا هذه اللحظة. الكل ينتظر وبطبيعة الحال ميسي مثل هذه الكرات بات يتقنها بصراحة، بات يلعبها كما لو كانت ركلة جزاء بطبيعة الحال في منتهى الدقة من جانب ميسي. ميسي يلعب كورة. يا إلهي روعة يا ميسي، هدف للبارسا يتقنها. نعم يتقنها، والكرة من يتقنها غير ميسي. جميلة جميلة، ضربة في منتهى الروعة، جميلة من ميسي. ضربهم قواهم، سجل في مرماهم. بدأ برشلونة الرحلة إلى لشبونة بالقدم ميسي اليسرى.